بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هل النبي كان معه قرين؟ هل القرين يمكن أن يسلم؟ هل القرين يمكن أن يأمرك بخير؟ دعونا نستمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا وأعطانا أسرارا عن عالم الجن وعن القرين، وأعطانا أسرار كثيرة ينبغي علينا أن نعلمها ونتدبرها لنعيش حياة هادئة مطمئنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه البشرى من النبي. لا تظن أن عالم الجن كله شر أخي الحبيب، عالم الجن قد يكون فيه خير لك، قد يكون خيرا لك. هذا الحديث نستطيع أن نستدل من خلاله أن عالم الجن ليس كله كفار، وليس كلهم شياطين، وليسوا كلهم يأمرون الناس بالشر، لا. هناك من الجن من هو مسلم ويأمر الإنسان بالخير. فأنت عندما يكون سلوكك أخي الحبيب سلوكا مستقيما، تتوجه بعبادتك وبحياتك إلى الله تبارك وتعالى، وتكون مخلصا لله، وتطبق تعاليم الله، وتحب الله، وتحب رسوله، وتحب القرآن، وترضى بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، وترضى بالقرآن إماما، وترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عند هذه اللحظة ستجد أن قرينك لا يأمرك إلا بخير. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن القرين في القرآن ماذا قال؟ قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني من يغمض عينيه عن ذكر الرحمن، من يبتعد عن ذكر الرحمن، من يغفل عن ذكر الرحمن، ما هي النتيجة؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان أخي الحبيب لا يأمر إلا بشر. الشيطان دائما في القرآن هو مخلوق كافر مستكبر من ذرية إبليس لعنه الله، بدأ كفره أولا بالتكبر على أمر الله، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا هو جده، إبليس جد الشياطين الأكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم من الذي وسوس لسيدنا آدم؟ الشيطان، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فالشيطان هو الذي أيضا يغوي المؤمنين، يوسوس للإنسان، يخذل الإنسان. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمر بالسوء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يخوفك، يريدك أن تعيش حياة تعيسة في الدنيا، وفي الآخرة تكون معه في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك أنت عندما تشغلك الدنيا وتبتعد عن تعاليم القرآن، تبتعد عن الله، تبتعد عن الصلاة، عن الصيام، تنسى الله، الله سينسيك نفسك. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
وسوف تجد أن هناك شيطانا استحوذ عليك واستلمك وبدأ يوسوس لك فأصبح قرينا لك. بينما المؤمن أخي الحبيب صحيح الشيطان يحاول أن يوسوس له كما وسوس لسيدنا آدم وهو نبي. يمكن للشيطان أن يوسوس، يمكن أن يغوي المؤمن، أن ينسى المؤمن، ولكن أنت لديك أسلحة: الطهارة، الاستعاذة بالله، ذكر الله. كل هذه الأسلحة لديك تستخدمها باستمرار طيلة اليوم. لذلك النبي كان لسانه دائما يذكر الله في الصباح، في المساء، في الليل، في أثناء الطعام، في كل أحواله يذكر الله. وبالتالي هذه بشرى لكل مؤمن إذا كان يعاني من وسواس، نقول له إنك عندما تبتعد عن ذكر الله، تبتعد عن فهم كتاب الله، فإن الشيطان سيستحوذ عليك وسينسيك ذكر الله. لذلك لا تترك مجالا للشيطان، وأنت الذي يجب أن تجعل هذا الشيطان أو هذا القرين يسلم، كما أسلم قرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أخي الحبيب، الإنسان يمكن أن يؤثر على الجن، يمكن أن يؤثر، يطغيه أو يدله على الخير، حسب ماذا؟ حسب السلوك الذي تسلكه. أنت سلوكك في الدنيا كيف؟ نظرتك للآخرة كيف؟ هل تتذكر الموت؟ هل أنت تريد وجه الله في سلوكك، في أعمالك، في تصرفاتك، في كل كلمة تنطق بها؟ هل أنت تحب الله، تحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب الخير للناس؟ هذا السلوك، نظرتك هذه للحياة هي التي تجعلك إما يعني هناك قرين يرافقك من الشياطين، والشيطان من الجن طبعا، أو يرافقك قرين يأمرك بالخير. وبالتالي أخي الحبيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بشرنا أن موضوع الجن ليس كله شر. طبعا في سورة الجن أيها الأحبة، الله يتحدث عن نوع من الجن صالح ومسلم، ونوع ظالم كافر. فأنت كن مع الجن المؤمن. طيب كيف تكون مع الجن المؤمن؟ عندما تتقي الله حق تقاته، عندما تنهى نفسك عن الهوى، عندما تلتزم بتعاليم القرآن العظيم. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى سيسخر من الإنس ومن الجن من يدلك على طريق الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويهدينا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.